النهارده اولى مسابقات فيرست ليجو ليج، وهي مسابقه ديسكفر وبتكفر السن من 4 لـ6 سنوات، ودي احد مسابقات فيرست اللي بننظمها السنه دي. اللي جايه ان شاء الله هتبقى اكسبلور اللي هو من سن من 6 لـ10 سنوات، وبعد كده عندنا التشالنج اللي هي من سن 10 سنوات، والاف تي سي اللي هي السن الكبير. احنا السنه دي في السنه 19، يعني بقى لنا 19 سنه بننظم المسابقه في فيرست ليجو ليج مع بالتعاون مع مكتبه الاسكندريه. والسنه دي عندنا كل سنه بيبقى فيه موضوع مختلف للمسابقه. السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على مصادر الطاقه وازاي نوجد حلول لمشاكل الطاقه وازاي نوجد مصادر طاقه جديده. السنه دي بنتكلم على الفن وازاي ان الفن بيدخل في كل الحاجات اللي موجوده في حياتنا، وازاي اي طفل عنده موهبه هو يقدم الموهبه بتاعته او يطور الموهبه بتاعته باستخدام التكنولوجي. مكتبة اسكندرية خلال القبة السماوية بتنظم المسابقة دي من 19 سنة. احنا كنا أول مركز يقوم بتنظيم مسابقات فيرست في مصر، كانت سنة 2005. كان عدد الفرق 3 فرق بس، النهاردة عندنا 5400 طالب بحوالي 400 فريق. فكل سنة بنتطور، كل سنة بنحاول ان احنا نزود عدد الفرق المشتركة، وبنحاول ان احنا نوصل لمحافظات تانية غير محافظة اسكندرية. كلمة 19 سنة دي بتعني حاجات كتير قوي. اللي أنا شايفه إن إحنا شفنا الناس اللي اتخرجوا حصل لهم إيه. يعني كان في يعني ولاد صغيرين عندهم 8 و9 سنين دخلوا المسابقة دي، دلوقتي معاهم دكتوراه، دلوقتي بيشتغلوا في شركات عالمية، واخدوا منح دراسية على مستوى دول العالم كلها، وحتى في مصر في الجامعات المميزة بياخدوا منح دراسية. ولادنا مختلفين في كل حاجة.